السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد، قناة مو جيم نيو. اليوم جبنا لكم لعبة جديدة، طبعا هذه اللعبة باللغة العربية، هي اسمها بوم سكوايد. المهم راح نحط لكم رابطها على متجر جوجل. هي اللعبة من اسمها بوم، يعني قنابل. أنت شخصيتك واحد يطلع قنابل تحطها ترميها على العدو. طبعا هنا مثل ما تجي على المتجر تقدر هنا تشتري، عندك هذا شخصيات جديدة تقدر تشتريها تغير الشخصية اللي انت قاعد تلعب عليها، وعندك رموز وما ادري شنو، العاب مصغرة، حتى خرائط، حتى الخريطة تشتريها. طبعا تقدر تلعبها متى، طبعا اللعب تقدر تلعبها هنا يدوي، تنضم الى الحزب عن طريق العنوان. طبعا تنضم الى حزب، هنا احزاب تقدر انت هنا. طبعا راح ندخل على اللعبة، تريد تدخل الحرة للجميع او فرق او لعب فردي. طبعا انا لا ما لعبت فرق ولا لعبت الحرة للجميع ولا الحرية للفرد الواحد، نلعب لعب فردي. طبعا نشوف اللعبة، طبعا تقدر بداية اللعبة تقدر انت تدخل تدريب مثل ما تشوفون هسه، هنا يقدر يدخلك التدريب، يقول لك انت تقدر تسوي هيك الحركات وما شنو، راح يشرح لك. احنا راح نعبر التدريب، نريد قبل نبدي باللعبة نشوفها من الداخل. طبعا هنا شيء يقول لك تقدر تسوي هيك، خلي احنا ندخل على اللعبه. مثل ما تشوفون هذا اني، هذا بنفسجي. هسه اخذت نوعيه من القنابل، واللي هي قنبل اللي تقدر تسميها كتلنا. هذا طبعا درع، اخذت هسه اني درع. اكو لاف راح يطلع، طبعا هاي جولات او مثل ما يسوي يسميها هو موجات. مثل ما تشوفون اللعبه رائعة، اني عجبتني هاي. اقدر البس جفوف، صار البوكس مالي اقوى. واحد هاي قنبلة عادية طبعا. زين، عندنا هنا قنبلة هي ثلجية. يا سلام طشرقته. طبعا مثل ما تشوفون انا صار لي فترة العب بهاي اللعبة، فيعني عندي مهارة بيها. شوف هذا، طبعا من Get over here! اوف وقعنا. طبعا ما يفيد انه الزمن بوكس، يا دخلت علينا قنبله. طبعا انت اللاعب عندك هسه يقوم يشعل يطفي، يعني انه الدم ماله صار قليل. طبعا من يتجمد اللاعب، من يتجمد العدو تقدر بسهوله تقتله. طبعا اذا انت تقمز وتضرب الواحد راح تاذيه اكثر مما انه انت واقف وتضرب. طبعا كلها بالتدريبات تقدر انت تعرفها. ماتت والله. قتلتها والنصر. اوه هذا نينجا، خلي يجي خلي. اوه ها ها، والله خوش خدعة. يا سلام. طبعا انت ما راح تقدر بالبداية انه هيجي تجيب الضربات عدلة. طبعا يمكن الثلجية يعني اضعف من اللي شنو تقدر تقول؟ تقول حاطط عليه لاصق اميري على القنبلة وتزك. اوه شوف، اتوقع راح يخسروني هسه. تجمد، طبعا انت تجمد يكون دفاع الحال ضعيف. شوف هذا الغبي يضرب نفسه. مات. خلينا نجهز القنبلة. طبعا هذه نعطيكم معلومة، هذا هذا هذا. طبعا القنبلة اذا تبقى شايلها شوية تخلي الفتيلة شوية يعني تروح او تقل، وشمرها على مود قبل تنفجر. ما مات؟ ما مات؟ لا. طبعا لو ملاحظين شوية انه لي فوق اكو المكافأة، وقت ما المكافأة شنو نقطة الأرض. باي، هاف ا جريت تايم. هذا احلى شيء هذا اللغم، خاصة ويا هذا النينجا. هسه نشوف هذا اللغم، شوفه. يا سلام، هذا اللغم حلا احبه الصراحة. يا سلام، يا بزراسها. يا هاي جاهزة على اللغم؟ لا يا اخي شنو هو. يلا انتوا كلكم عليا.
خلي هسه طبعا انا متقدم بالمراحل مثل ما تشوفون هنا، انا عندي عده مراحل متقدم بها. خلينا نبدي بالمرحله اللي نريد نشوفكم. طبعا اكو كره قدم يصير علم بالوسط لازم تاخذه وتروح تنقله الى الجهه المقابله، واكو عندنا نوعيه لخم للعبه هي بنفس الفكره. طبعا كثير منكم يعرف هاي الالعاب اللي تحط تنصب مقاومات ويجون الجنود يمشون على الطريق ولازم ما تخليهم يوصلون، نفس الفكره لكن على هذه اللعبه. ايضا يجون هذول الجنود او الشخصيات اللعبه تمشي ولازم انت تذب عليهم القنابل وتكتلهم قبل ما يوصلون للجهه الثانيه. فهسه احنا وصلنا الى اوبر الهجمه. انا صراحه ما اعرف اشني او واضح انه مثل من شكلها لعبه مواجهه، لكن شلون المواجهه خلينا نشوف. اتوقع هذا مفخخ مثل ما واضح. يا وقمت تشعر بالوقت من البداية. طبعا هذا يرمي بسرعة مثل المخبى. يا اخي والله شكلنا راح نموت والله مثل ما قلنا. وطبعا اريد اقول ملاحظة يعني اللي سوى هاي اللعبة انه اللعبة حيل صعبة يا اخي، مو صعوبة يعني عادية واحد يقول ما يخالف، يعني انت مجرد عدة مراحل تعبر يعني ثلاث مراحل تقريبا تبدي الصعوبة يعني تلاحظها انه حيل صار صعبة يا اخي. شوي شوي بالناس يعني، يعني انت اول ما شطح نطح هاي شنو هاي. ويركض حول الاحترافية. خلينا نشوفكم هاي المرحلة واللي راح نختم بها. طبعا اذا قدرنا نفوز هاي المرحلة راح نختم بها. طبعا هاي القنابل هذه ما تنفجر الا تطخ القاع تنفجر، لازم يوصلون للنهاية. طبعا لازم ما اخليهم يوصلون للنهاية، راح يطلعون النوبة. الله الصف يا اهبل يا ابن الاهبل. طبعا المشكلة انه هذا اللي يطلع بيهم يجي لي هنا. مات؟ لا والله ما مات. موت موت يا بني موت. اوعى يا عم ضخم يا عم ضخم. اوف ما مات. طبعا راح يفوت قبل ما يموت. يا ولد موت. طبعا هذه تمشي سريع يا اخي. شنو هاي؟ والله يا سلام والله. قتلته. طبعا ثمانية المهم انه احنا ما نخليهم يوصلون يعني ما يخالف. خلي شوية ماتت ماتت ماتت. ايه يا اخي هاي القنبلة مشكلة هذي يا اخي. النوب حتى ما وقعت على جهتهم. اخي دعوك ناس وقتك. لا النوبة رجعنا نشوف شلون قاعدين. مات؟ يا سلام. خسرنا خسرنا يا اخي. هذه اللعبة طبعا هي صحيح صعبة صعبة بس صراحة مشوقة تشتاق لها كثير. وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتابة اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل. يا سلام طار. والله ما يصير يعني طار وبالاخير قدمناه يعني زيادة. مات يا اخي. المفروض تجربوها لان يعني صراحة اني مو محترف كثير بالالعاب فمثل ما تعرفون. للغام. لك لا راح يعبر. قتلنا والله قتلته. الله الله نوبات ربا صدفة خير من ألف وفدت عليه خير من ألف ميعاد. ما ماتت دي دموتي. طبعا هذه المفروض يحطوها من الألعاب. يا سلام.
من راس الراس مفروض يحطوها من الالعاب اللي تدعو للعنف. ايه براسه يا سلام. شوف شلون يا اخي والله يعني العاب تدعو للعنف مو صايد. شوف شلون راسه يطير هالبنوت الحلوه يا سلام. الله اكبر عليك. يا اخي والله مشكلة يعني حاطين القنبلة هناك عليش ما تنفجر يا اخي مشكلة يعني والله كل مشكلة يعني. خل اخذ هذه بسرعة 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 بسرعة. يا اخي انتصرنا والله نصر بدون ما ادري. المهم انه النصر اجى. بصراحه اكو شغله واحده اللي يعني الى هسه ما افتهمتها باللعبه. خلينا نوقف هذه. هي طريقه جمع الفلوس او اللي هي يعني تقدر تقول بطاقات. الى هسه ما افتهمت يعني شلون واحد يجمع بها بطاقات. يعني مثل ما تلاحظون هسه انا عندي 101. يعني هسه انا هذني من لعبتهم هذني المراحل هذتهم لعبتها من جديد بقت 101. يعني شلون اجمع بها صراحة لا ما افتهمت شلون اجمع بها. وهي على الاغلب انه لازم يعني تسوي انجازات. بس يعني المفروض هي انه من تجي تلعب مرحلة حتى لو انت فايز المفروض ينطيك يعني عليها شيء. يعني انت قاعد تعيد المرحلة وقاعد تفوز النوبة يعني على الاقل ينطيك ايش كم فلس. يعني هسه مثلا هذا 2000 لازم اجمع. انا عندي 101. انا صار يمكن اسبوع الى هسه 101. المهم هذا اللي كان عندنا اليوم. نتمنى انه عجبتكم اللعبة. لا تنسوا انه تشاركوا بالقناة وطونا لايك. واللي ما شاف الحلقة اللي مضت خلي يراجعها لان صراحة كانت حلوة. وكانت عن لعبة الجنود وهيك شغلات. واذا عندكم اي تعليق عن اللعبة عن اي لعبة ثانية تريدوها فاكتبوا لنا اياها بالتعليق اللي جوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.